مين اللي كان بيستمتع بيهم الكابتن علي خليل من الفرق الثانيه، من نجوم الفرق الثانيه؟ لا لعيب كتيره جدا ايامنا احنا، كان كل نادي فيه خمس ست لعيبه مميزين. لما تيجي في الاتحاد هتتكلم عن الجارم وعادل البابلي وشحته وفي الاولمبي كان فاروق السيد وكابتن بكر يعني، وفي الترسانه كان في كابتن حسن علي كان حارس، وكان في الحملاوي، وكان النادي الاهلي بقى طبعا صفوت عبد الحليم ومختار وطاهر الشيخ، يعني كل نادي كان فيه خمس ست نجوم، كل الجمهور عارف اللعيبه. دلوقتي الوضع اختلف. يعني في لعيبه انت مش عارف اسمها من كتر التغيير، الانديه بتشتري لعيبه وتروح لعيبه تنتقل من نادي لنادي، فطبعا الوضع اختلف عن الاول. لما بتسمع الارقام في الكوره دلوقتي، كابتن علي خليل بموهبته الكبيره جدا وحبه الشعبيه بتاعته الكبيره وحاسه التهديف العاليه جدا، ممكن ياخد رقم كام دلوقتي في الارقام اللي احنا بنسمعها في الكوره دلوقتي؟ انا زمان انا لعبت في نادي الزمالك 12 موسم، اخدت 15000 جنيه في ال 15 موسم، في ال 12 موسم 12 موسم اخدت 15000 جنيه. دلوقتي شوف الارقام فلكيه. لما اشتغلت في التدريب ربنا عوضني كل اللي انا خسرته وانا بلعب، لكن انا كسبته في التدريب ان مرتبي وصل يعني رقم عالي جدا. وكنت في قطر بيعتبروني اكبر مرتب واحد مصري في قطر اخده كابتن علي خليل. خدت عربيه هديه مره؟ لا ما خدتش عربيه. ما جاتش ايامنا بعد انا ما مشيت. بعد ما مشيت، لكن لو انا موجود كنت خدتها. لا انت كنت وقتك يا كابتن ما شاء الله كنت خدت هدايا وخدت ارقام كبيره جدا. طب الموهبه التهديف العاليه اللي كانت عند كابتن علي خليل جت منين؟ ما ان احنا في دلوقتي في الكوره بنشوف ان الهداف ده عمله نادره. هو طبعا فيها جزء وراثي. والدي كان، انا كنت والدي وانا صغير كان ياخدني معاه وهو كان بيلعب مباريات وروح اتفرج عليه، بس كنت صغير قوي يعني. وكنت اتفرج عليه وهو بيسجل الاهداف. كان بيجيب اهداف انا متذكرها لغايه دلوقتي ازاي كان بيجيب الاهداف دي. نوع يمكن العامل الوراثي ممكن دخل في الموضوع، لكن انا كنت دايما اتمرن تمرين انا لوحدي. تمرين خاص بي. احب اروح النادي الصبح اجيب العمال بتوع النادي واجيب ال 50 كوره اللي في النادي وكل واحد بديله ربع جنيه، خدت بالك؟ وتمرن نفسك وقتها. واقف واحد في اليمين واحد في الشمال واحد في النص هنا واحد هنا، وكل واحد يبتدي ينادي عليه يديني الكوره. استلمها واحط الكوره في الجول. فكنت بحب اتمرن التدريب الفردي. هو اللي فرق معايا في احراز الاهداف، لكن العامل النفسي ما كانش موازي للشغل اللي انا بعمله. كان العامل النفسي مأثر عليا شويه. انا لو نفسيا نادي الزمالك كان مريحني نفسيا، كنت ممكن جبت 1000 جون على الاقل. ان انا ضيعت جون كتيره جدا. فاكر جبت كام جول مع نادي الزمالك في مشوارك الطويل؟ هما بيقولوا حاجه و70، بس انا واثق ان انا عديت ال 100. عديت ال 100؟ عديت ال 100. هو ما في اهداف ما اتحسبتش. كابتن علي، وحضرتك بتقول ما شاء الله في مسيرتك احرزت اكتر من 100 هدف. من ال 100 هدف كابتن علي خليل يتذكر احسن هدف فيهم كان هدف ايه؟ طبعا احسن الاهداف كان نادي الزمالك ونادي الاتحاد الاسكندري، كان في اسكندريه. انا قعدت قبل ما اجيب الهدف ده نص ساعه ما المسش الكوره، لدرجه ان انا كلمت مع المدرب وقلت له يعني ما فيش كوره بتوصلني فممكن اغير، فقال لي لا استمر وان شاء الله هتسجل. كان كابتن زكي عثمان. فالكره دي انا متذكرها كويس جدا. الكرة وصلت للكابتن عادل مأمور رماها لي، اعطيتها لمحمد صلاح. بعد كده محمد صلاح اعطاني تاني، رجعتها له وجريت على قبل ال 18، محمد صلاح رفعها وهي جايه في الهواء، رحت لافف 90 درجه ورحت حطيتها في المقص البعيد. طبعا كان في هواء شويه ساعدني ان خدوا الكوره، دخلت خبطت في العارضه اللي هي كان زمان في العارضه السوداء. دخلت في عرابي؟ كان عرابي تقريبا. عرابي كان الحراس، كان عرابي اول حارس، وبعد كده ده كان من احلى الاجوان. بعديها في الشوط الثاني احرزت هدف ثاني والحكم حسبه هدف، فجي راح بوب والجارم وعادل البابلي على الحكم وراح هو ماسكينه، قالوا له لو ما لغتش الجون مش هتطلع من الملعب، فراح لغى الجون. هو كان خايف الحكم، مش نذكر اسمه طبعا. وطلع المباراه دي 1-1. برضو احرزت جون حلو برضو في الكابتن ثابت البطل الله يرحمه. زميلي في الدراسه وصديقي في المنتخب الله يرحمه. وعلى فكره ثابت البطل اول مباراه يلعبها في حياته كانت في نادي في دوره اسمها القنيطره في سوريا، وكان بيلعب الكابتن مصطفى ابو ليلى كان حارس النادي الاسماعيلي. هو لعب معاه في الدوره دي وبدا نجم ثابت البطل في الدوره دي. مصر كسبت حارس مرمى جديد. فانا احرزت فيه هدف
اللي هو لفيت 90 درجه الكره كانت على الارض وحطيتها في الزاويه العكسيه في عكس اتجاهه وده كان من الاهداف الجميله ان الهدف ده ليه ذكرى حلوه قوي. خلي بالك واحنا في قناه الاهلي والروح الرياضيه بنفكرك بجول في النادي الاهلي. لا ما هو الجون ده كان جماله في ايه؟ ان النادي الاهلي كان احرز الجون، كان جوه كابتن حمدي جمعه كان فاول. ايوه اللي عملها له كابتن خطيب على الارض. خطيب لعبها له على الارض هو حطه في وش رجله وحط الكوره زي الصاروخ. لدرجه ان الكابتن سامي منصور كان هو الكوره كانت فوقيه. من خوفه من قوه الكوره نزل قاعد على الارض. الكوره ده حسب انا خدت الكوره بسرعه وسنطرت ورحت حطيت الكوره في الجون في النادي الاهلي. فكان جمهوري الاهلي والزمالك الاثنين بيهيصوا. كله طبعا ما بيقعد يهيص ما بيبصش الملعب بيقعد يتنطط. فكان مباراه جميله المباراه طلعت 1-1.